كشف تقرير الثروة في أفريقيا لعام 2023 أن 5 دول فقط تستحوذ على أكثر من نصف عدد الأثرياء في القارة، من بينها دولتان عربيتان، وتتصدر كل من مصر والمغرب وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى نيجيريا وكينيا الدول التي بها أكبر عدد من الأثرياء. وبحسب ذات التقرير يوجد 138 ألفا من الأثرياء الذين لديهم ثروة قابلة للاستثمار تبلغ $1 مليون أمريكي أو أكثر، يعيشون في إفريقيا، إلى جانب 328 مليونيرا تبلغ قيمة ثروتهم $100 مليون أمريكي أو أكثر، و23 مليارديرا. ويوجد عدد معتبر من هؤلاء الأثرياء ببلدان عربية هي مصر والمغرب إلى جانب الجزائر. ويوجد بمصر وفق ترتيب الأثرياء الذي قدمه التقرير 16100 شخص تبلغ ثروته $1 مليون فما فوق، و54 لديهم ثروة تفوق $100 مليون، وثمانية أشخاص تفوق ثروتهم $1 مليار. ويوجد في كل من المغرب والجزائر 8600 شخص تفوق ثروة كل واحد منهم $1 مليون. ففي المغرب يوجد 5800 شخص لديهم ثروة تفوق $1 مليون، و28 فريق آخر تفوق ثروتهم $100 مليون، وأربعة تفوق ثروتهم $1 مليار. بالجزائر هي الأخرى، يوجد 2800 ثري تفوق ثروتهم $1 مليون، وثمانية أشخاص تقدر ثروتهم $100 مليون فما فوق، وواحد فقط تفوق ثروته $1 مليار أمريكي. يذكر أن جنوب أفريقيا تصدرت القائمة ب 37800 شخص تفوق ثروته $1 مليون، و98 آخرون تفوق ثروتهم $100 مليون، وخمسة لديهم ثروة تفوق $1 مليار. يقول التقرير أيضا، لا تزال جنوب أفريقيا موطنا لأكثر من ضعف عدد الأثرياء مقارنة بأي دولة إفريقية أخرى، وبها 30% من المليونيرات في القارة. التقرير الذي فصل في أصول الثروة في أفريقيا عموما قال إن من المتوقع أن يرتفع عدد أصحاب الملايين في القارة السمراء بنسبة 42% خلال السنوات العشر المقبلة. وبحسب الوثيقة التي نشرتها مؤسسة هينلي، يبلغ إجمالي الثروة القابلة للاستثمار المحتفظ بها حاليا في القارة الإفريقية 2.4 تريليون دولار أمريكي. وأيضا مؤسسة هينلي هي مجموعة رائدة عالمية مختصة في متابعة خدمات الإقامة والجنسية عن طريق الاستثمار في دول العالم، وكل عام يعتمد المئات من الأثرياء على خبرتها في المجال وفق تقديم عن المؤسسة التي لديها 40 مكتبا حول العالم نشر على موقعها الرسمي.